مرحلة الطفولة، قديش فيها شقاوة وأحلام وأمنيات كنا حابين عن جد نحققها. شو الإشي اللي كنت حاب تعمله أنت صغير وما قدرت أنك تعمله؟ أنا كنت أحب الرياضة كثير لما كنت صغير، فكنت كابتن فريق المدرسة في ألعاب القوة والسباق 100 متر، وكنت في المركز الأول في المصارعة الرومانية في نيو إنجلند، يعني في 13 ولاية، وكنت بحب أمثل الأردن في الأولمبياد. لكن في آخر سنة صار معي حادث سيارة، أنا ما كنت السائق، وصار عندي إصابة في الظهر، عشان هيك آخر سنة كنت في المركز الثاني في المصارعة، والإصابة منعتني من الاستمرار في هذه الرياضة. الحمد لله. سلام. ألف سلام عليك.